الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما أعزائنا المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة، وأسعد بكم وأسعد بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا، أهلا وسهلا بكم شيخ خالد. حياكم الله، مرحبا بكم، مرحبا بالأخوة والأخوات، أسأل الله يجعله لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. نبدأ بأول اتصالات هذه الحلقة. شيخنا، قبل أن نستعرض اتصالات وكذلك ما وصلنا عبر تويتر، انتشر في هذه الأوقات أو ربما في الشهرين الماضيين بعض ما يكون بين الشباب من مثلا إذا كانوا في مطعم أو كانوا عند محطة وقود أو غيرها، أنهم يخرجون بطاقات الصراف، ومن يقع عليه اختيار من صاحب النادل أو من المسؤول في المطعم أو في المحطة هو من يدفع هذه القيمة. فهل من توضح المسألة شيخنا؟ البعض مثلا يقول أن نحن متفقون جميعا كلنا نبذل، وبعضهم يقول لا، هي من باب التحدي، وربما كل يخشى أن يختاروا بطاقته ويكون الخصم أو الخسارة عليه هو. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم صل وسلم. هذه المعاملة التي يجري فيها اشتراك مجموعة في بذل بطاقاتهم لدفع ثمن طعام أو شيء من المشتريات، يكون طريق الدفع من طريق اختيار، إما اختيار أحدهم أو اختيار صاحب المطعم أو صاحب السلعة، لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الجميع راغب في الدفع، بمعنى أن يتشاحوا في الدفع، كل يقول الحساب عليه، الدفع عليه، ثم يتفقون ويصطلحون على أن الحساب على من تخرج بطاقته، فهذه الصورة جائزة لا حرج فيها، لأنها سبيل من سبل إخراج من عليه الحق في حال استواء الحق. إذا استوى الحق بين مجموعة فمن طرق إخراج المستحق القرعة، فإذا استحق الجميع أمرا معينا ولم يكن هناك وسيلة لإخراج المستحق بسبيل من سبل الترجيح إلا القرعة، فإنها لا بأس بها ولا حرج في ذلك. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يقترعوا عليه لاستهموا عليه. هذا ما يتعلق بالصورة الأولى، أن الجميع راغب في البذل، تدافعوا في من يكون عليه الحساب، كل واحد يقول أنا أحاسب، هذه لا بأس بها ولا حرج في ذلك، لأن هذه لإخراج من يدفع بالقرعة. أما إذا كانوا متشاحين، بمعنى أنهم كل يتمنى أن لا يقع عليه الحساب وكل يرغب أن يكون الحساب على غيره، لكن لأجل تعيين من يدفع اختيرت هذه الطريقة، فهذا نوع من الميسر، لأن الجميع في هذه الصورة داخل في معاملة هو بين غنم وغرم، بين أن يغنم، عفوا، بين أن يغنم الطعام وما نحوه وما أشبه ذلك من المشتريات، أو يغرم، يغنم أو يغرم. في هذه الحالة تكون هذه معاملة محرمة، وهي من جملة الميسر الذي يجب اجتنابه وتركه لما فيه من المحظور. ما المخرج؟ إما أن يحاسب كل واحد منهم ما طلب، وإما أن يشتركوا في الحساب فيكون الحساب بينهم قسمة. أما أن يحملها أحدهم وهو كارح على وجه المغالبة والمساواة والمراغمة والمراهنة، فهذا ميسر لا يجوز
وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حلالا طيبا. اللهم فينبغي التفريق بين الصورتين وبه يتبين الحكم والله أعلم. هنا الأخت أم أروى تقول بعد أذكار الصباح دائما أداوم على قراءة آيات السكينة والطمأنينة قبل قراءة الورد اليومي. الآيات التي ورد فيها كلمة السكينة هل فعلها هذا جائز؟ لا حرج في ذلك، لكنه ليس على وجه السنية والندب، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يجوز أن يقرأ الإنسان ما يشاء من آيات الكتاب، وإذا كان لها معنى يحتاجه كأن يكون عنده شيء من القلق أو التخوف ويحتاج إلى أن يستذكر هذه الآيات المتعلقة بالسكينة فلا حرج في ذلك، فإن هذه الآيات مما يورث السكينة والطمأنينة في القلوب، ونزول السكينة على القلب يستقيم به حال الإنسان ويستبصر به مواقع الهدى، لكن هذا ليس على وجه السنية. ولو أنها نوعت بمعنى أنها لم تلزم في ذلك طريقة ثابتة لأجل ألا تتوهم أنه سنة أو أن له فضلا يخصه، فهذا أفضل، بمعنى أنه ممكن أن تقرأ السكينة بعد قراءة آية السكينة بعد قراءة وردها أو قبل الأذكار أو قبل الصلاة، يعني لا تخصها بموضع لا تتجاوزه لأجل ألا تتوهم الاستحباب والسنية بهذه الصورة. شيخنا البعض ربما يقول حتى لا أنسى مثلا دعاء معين مثلا حتى لا أنسى، أو مثلا أريد أن أقرأ آيات أو رقية أريد أن أربطها بمثلا بعد الصلوات مثلا، أو أربطها مثلا بأذكار الصباح والمساء، ليس لأفضلية وإنما لأرتب لنفسي وردا يوميا حتى لا أنسى. لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا قد يكون سبيل للمداومة على عمل، ولكن ينبغي ألا يعتقد فضيلته في هذا الموضع وألا يظن ولا يعتقد سنيته، لأجل أن العبادات توقيفية لا بد فيها من دليل، سواء كانت عملا أو قولا، يجب على الإنسان أن يكون في ذلك على نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإباحة أمرها واسع، فما يباح من فعل العبادات زمانا أو مكانا فيه سعة، لكن لا يعتقد سنيته. سيدك واستقبال اتصالات معنا من السعودية. الأخ مصطفى تفضل. تفضل اسمعني من الهاتف، الله يسعدك اسمعني من الهاتف حتى ما يكون في تردد في الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. الأول وهي هل ما تعودت الناس اليوم من الكلام بحيث لو تكلم بكلام بسيط تجد يقول والله ما فعلت هذا أو والله ما ذهبت، والله يدخل في الأيمان أم لا؟ طيب سؤال ثاني. والسؤال الثاني أريد رقم الشيخ لو سمحتم. طيب الإخوة والأخوات الذين يريدون أرقام ضيوفنا، سبق أن نبهت قبل أن يأتوا معنا على الهواء عند الإخوة في الكنترول إذا كان رقم متاح يأخذون بإذن الله عز وجل. طارق من الأردن تفضل. يا طارق. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي سؤالين، بس في سؤال يحتاج إلى تفصيل معي وقت يعني نقله فيها بالتفصيل. تفضل. السؤال هو أنه ابنة خالتي وضعت من جدتنا أمهاتنا في جلسة واحدة، وكانت صفة الرضاعة كالتالي: أنها مصت ثدي جدتي إلى أن أزالتها جدتي بنفسها من ثديها، لأنها رأت عليها على وجه الطفلة الحمرار وضيق النفس وشعرت بعدم وجود اللبن في ثديها، ولم ترجع ولم ترضعها أبدا بعد. فهل يا شيخ ترك الطفل للثدي رغما عنه وإجبارا يحقق رضاع، وهل تصبح ابنة خالتي خالصا من الرضاع؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني لو ترك الرضيع الثدي لانشغاله بصوت ما أو لضيق نفس ثم عاد للرضاعة، فهل هذا الترك يحقق رضعة؟ طيب بارك الله فيك. شكرا. معنا الأخ مصطفى. شيخنا يسأل عما تعودت عليه الألسن دائما: لا والله لم أفعل، والله لم أذهب، والله أو لا تفعل. ما جرى على الإنسان من اليمين على غير قصد فإن ذلك من جملة
اليمين الموسومة المسمات بلغو اليمين، وقد قال الله تعالى فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما كان مقصودا مرادا عقد عليه العزم والقصد في أن يتلفظ به وأن يريد معناه. أما ما كان من الأيمان من غير كسب قلب ولا عقد للقلب عليه ولا عزم، إنما يجري على لسانه كما يكون في ألسن بعض الناس من ذكر اليمين في كل شاردة وواردة، فهذا من اللغو الذي لا يؤخذ به، لكن ينبغي أن يحفظ لسانه عن ذلك، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر الكفارة أمر بحفظها فقال واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يكون بأن لا تبذل إلا من صور حفظ اليمين أن لا تبذل إلا في المواضع التي يكون فيها تكون اليمين فيها مقصودة مرادة يعزم عليها الحالف ويصونها، أما أن يجعلها على لسان فهذا فيه استخفاف باليمين، وقد يجريه على أن يقولها في مواضع يلحقه فيها وزر وإثم. لكن لغو اليمين في الجملة هو كل يمين تكلم بها الإنسان وجرت على لسانه من غير قصد. من عمان الأخ صالح تفضل. تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، سؤال من الهاتف تفضل. لو سمحت عندي سؤال، إذا كان واحد قدم لبنتك يريد يتزوج وهو يشتغل في بنك ربوي، هل راتبه حرام أو لا؟ وإذا كان راتبه حرام أو في الشبهة، هل علي ذنب أنا أبو الوالدة أبو البنت؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. من معنا؟ طيب الأخ طارق شيخنا سأل عن الرضعات المحرمات شيخنا، يقول إذا الطفل أرغم على ترك الثدي هل تعتبر هذه رضعة؟ وأيضا قال لو ترك مثلا لضيق نفس أو لأي عذر هو الذي ترك، هل يعتبر هذا من الرضعات التي يكون بها الحكم الشرعي بالتحريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، جاء ذلك في الصحيح، وهذا يدل على أنه ليس كل ما يصل إلى فم الطفل من الحليب يوجب التحريم، لنفي النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الرضاع بالإملاجة والإملاجتين والمصة والمصتين، ولذلك لا يعتبر من الرضاع المحرم إلا ما توفر فيه وصفان، الوصف الأول العدد بأن يكون 5 رضعات، والوصف الثاني أن تكون هذه الرضعات مشبعات. ودليل ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 رضعات يحرم، ثم نسخنا إلى 5 رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا الحديث الشريف الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها يبين أنه ليس كل رضاع يحرم، وإنما ما توافر فيه العدد، وقولها رضي الله تعالى عنها معلومات يبين أنها رضعة مميزة، رضعة يحصل بها المقصود من الإرضاع وهو كفاية الرضيع، كفايته في الحد الأدنى لا يلزم أن يصل إلى حد الشبع الذي يرتوي تماما، إنما يكتفي بأن يكفيه وجبة فتكون الرضعة بمقام الوجبة، وبالتالي المصة والمصتان لا تعتبر محرمة. فإذا مص وأصيب بضيق تنفس وأبعد لأي سبب من الأسباب ولم يكمل، فهذه لا تعتبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. نعم أستاذك استقال بعض الاتصالات من المغرب. فاطمة تفضلي. تفضلي. نعم تفضلي أنت على الهواء، أعطينا سؤالك. أنا وعدت الله على ترك معصية ثم عدت إليها
بتهاون مني وأنا نادمة الآن ماذا علي من طيب من أشياء. بالإضافة إلى أريدك أن أعرف هل النقاب واجب أو مستحب؟ وكيف يتحلي بالإيمان والتقوى وما معنى التقوى؟ هل رد السلام المرأة على الرجل واجبا؟ رد السلام رد السلام يعني إفشاء السلام. ممكن توجيه الفتيات في زمن الفتن والمغريات ما سبل الثبات؟ طيب نكتب. شكرا. الله يحفظك. شكرا. معنا أم أحمد فضلي من السعودية. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال أول. أنا بالنسبة لصلاة الليل نعم أصلي ركعتين بس أصدق المصحف يعني أطيل القراءة بعد طيب. كده أوتر بوحدة بس، فهل هذا يعني يعتبر من صلاة الليل يعني جائز؟ أنا بس ركعتين يعني أطيل أصدق المصحف وأطيل فيها القراءة بعدين أصلي الوتر اللي هي واحد. طيب. السؤال الثاني بالنسبة للمناكير جائز ولا ما هو جائز؟ المناكير أيوة طلاء الأظفار يعني. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ محمد معنا من السعودية. أيوة تفضل محمد. ما الفرق بين الابتلاء من الله سبحانه وتعالى أو بمكاسب أيدي الناس؟ الابتلاء من الله سبحانه وتعالى أو بمكاسب أيدي الناس. طيب أوكي شكرا. الله يحفظك. أبو محمد من السعودية تفضل. بعد ما جلس الشهد تفضل محمد. يأذن يقيم الصلاة. ما أسمعك محمد، أعد سؤالك، ما سمعت أول السؤال. شو تقول يا أبو محمد؟ أقول طال عمرك دخلت صلاة العصر في التشهد الأخير. طيب. وجلست معاهم في التشهد الأخير. طيب. بعدين سمعت واحد وراي يقيم الصلاة. سلمت ورحت أكمل معاه لكن وجدت شخص واحد. إيش فعلي هذا؟ طيب صليت معه. أيوة صليت معه. طيب. تسمع إجابة. شكرا. مشعل من السعودية. مشعل تفضل. سيد الله مساك استاذ فيصل، انت شيخ حياك الله مرحبا بك تفضل. الله يطول بعمرك. سؤالي عن لعبة الشطرنج، هل هي حرام ولا حلال؟ طيب تسمع اجابة ان شاء الله. شكرا جزيلا للاخوة والاخوات. شيخنا بقي سؤال الاخ صالح من عمان يسأل عن انه تقدم لابنته رجل يعمل في بنك الربوي، يقول هل يجوز لي ان اوافق على ذلك او انها تعتبر من الشبه في المداخيل يعني المالية؟ على كل حال إذا كان يعمل في جهة كسبها محرم فإنه يكون من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الإنسان إذا تقدم له من يطلب ابنته. موضوع العمل في البنوك الربوية هل هو حرام أو لا، العلماء في ذلك قولان فيما يتعلق بما إذا كان الإنسان لا يجد عملا إلا في هذا الموضع أو أنه كان لأجل اكتساب خبرة أو ما أشبه ذلك من العوارض التي تخرج عن الأصل. وعلى كل حال دور الولي أن يحسن الانتقاء والاختيار وأن يحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجه، وينبغي له أن يبصر موليته التي يتولى إنكاحها الأمر على واقعه ويعينها في حسن الاختيار. نسأل الله الجميع التوفيق وأن يرزقنا وإياكم الكسب الحلال. اللهم آمين. الأخت فاطمة من المغرب سألت عن أنها تقول وعدت الله عز وجل أن أترك معصية ولكني أخلفت هذا الوعد وعدت لها مرة أخرى وأنا الآن نادمة، ماذا علي؟ من عاهد الله تعالى على ترك ذنب فقد عمل صالحا بهذه المعاهدة، ونحن نعاهد الله تعالى كل يوم على ذلك صباحا ومساء في سيد الاستغفار. في حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي ملتزم ما عهدتك عليه من عبادتك وحدك لا شريك لك ومن طاعتك وألا أخرج عن أمرك ونهيك. ولكنه مقيد بالاستطاعة فقال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالمعاهدة من العمل الصالح الذي يجرى على الإنسان، ويجب عليه أن يحفظ
العهد الذي عهد الله تعالى عليه، لا سيما إذا كان هذا العهد على سبب، كان يقول إن شفاني الله فعهد علي أن أفعل كذا أو أن لا أفعل كذا، فهنا يتأكد الوفاء بالعهد، ويلزم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فعاهد الله على أمرين، إن أعطاهم شيئا يطلبونه: الصدقة والصلاح في العمل. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، لم يوفوا بالصدقة وتولوا وهم معرضون، ولم يوفوا باستقامة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون. ولهذا الأمر خطير في مثل هذا المقام. فمن عاهد الله على طاعة، على ترك سيئة، على عمل صالح في سياق طلب أمر من الله عز وجل، ينبغي له أن يعني يحتاط وأن يجد غاية جهده في الوفاء بذلك، وإذا عثر وخالف فليبادر إلى التوبة، لأجل ألا يحيط به ما ذكر الله تعالى من وعيد: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون. ولهذا أنا أوصي أختي أن تبادر إلى التوبة والاستغفار، وتكثر من عمل الصالح، وأن تجتنب أسباب المعصية. فأحيانا الإنسان يعزم على ترك المعصية لكنه يتغافل عن الأسباب المؤدية للمعصية، وبالتالي تزل قدمه ويضعف. قد يتمر على الإنسان حالات قوة ونشاط ورغبة وعزيمة صادقة في ترك الخطأ وترك المعصية، لكنه يغفل ويستهويه الشيطان ويستحوذ عليه ويزين له سيء العمل فيقع ويضعف. لكن مع صدق العزيمة والبعد عن الأسباب المفضية إلى المعاصي يرجى أن يعان، ومن يستعن بالله يعنه. سألت عن حكم لبس النقاب، تقول هل هو مستحب أو واجب؟ هذا مبني على ما يكون من شأن المرأة في وجهها، للعلماء في ذلك قولان: منهم من يرى وجوب تغطية الوجه، ومنهم من يرى أن المرأة تحقق الحجاب بستر كل بدنها عدا وجهها وكفيها. تسأل عن تحقيق التقوى، كيف يكون تحقيق التقوى؟ يكون بطاعة الله عز وجل فيما أمر، وبترك ما نهى عنه وزجر. تأتي للطاعات والواجبات والفرائض والمستحبات وتفعلها رغبة فيما عند الله، وطمعا في ثوابه، وإيمانا به، وتصديقا لما جاءت به رسله، وتترك المعاصي خوفا من الله تعالى وطمعا في الإثابة على الترك. فإن التقوى أن تقوم بأن تفعل ما أمرك الله، أن تطيع الله تعالى على نور من الله رغبة فيما عند الله عز وجل، وأن تترك ما نهى الله تعالى عنه رغبة فيما عند الله وخوفا من عقابه. فهذه هي التقوى في مجملها، وهي في الأصل عمل قلبي. وليعلم المؤمن أن كل عمل صالح يوفق إليه، كل عمل صالح يعان عليه، هو من تيسير الله تعالى له سببا من أسباب التقوى. فكل عمل صالح هو من أسباب التقوى، كل تسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، هذا كله من التقوى الله عز وجل. كل ركعة، كل سجدة، كل عمل صالح فيما بينك وبين الله تعالى، أو فيما بينك وبين الخلق، ومن مما يزيد التقوى. وقد قال الله تعالى: تزودوا فإن خير الزاد التقوى، جعل الله وإياكم من المتقين ودفع عنا كل سوء وشر. اللهم آمين. سؤالها أيضا عن رد السلام على المرأة، على الرجل الأجنبي، وكذلك ابتداء المرأة للرجال الأجانب السلام. الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام بينكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سلامه على النساء كما في حديث أسماء بنت يزيد. وبالنظر إلى كلام أهل العلم فرقوا فيما إذا كان المسلم عليه مرأة
عجوز وكبيرة وبين الشابة التي يخشى من الكلام معها ما قد يكون سبب للفتنة. وهذا التفريق الذي جاء عن الإمام مالك رحمه الله وكذلك جاء عن الإمام أحمد وعن غيرهما هو في السلام الذي لا سبب له، بمعنى رجل يمشي في طريق ووافق امرأة شابة فكلامهم في هذا أنه يكره وأنه ليس من مواطن النذب إلى السلام. لكن لو أن ثمة معاملة امرأة اتصلت على رجل أو رجل اتصل وردت امرأة، في هذه الحال السلام مشروع لأن ثمة حاجة أصلا الكلام سيكون، وبالتالي افتتاح الكلام سيكون بالسلام. فما جاء عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد وغيرهما من كراهية ابتداء الفتاة بالسلام هو محمول على ما لا حاجة فيه إلى الكلام. أما ما في حاجة إلى الكلام كرجل يراجع امرأة أو يشتري منها أو ما أشبه ذلك، أو قد تكون عندها معاملة عمل لابد من إنجاز هذا العمل عن طريقها، فهنا يسلم والفتنة في مثل هذا ليست بحاضرة وبعيدة. الخلاصة هو ما تقدم من أن الأصل عموم النصوص في السلام بين أهل الإيمان رجالا ونساء، واستثنى بعض الفقهاء بالكراهة فيما يكون من مواطن الشبه ومواطن الرياب والفتنة. تريد توجيه للفتيات في أزمنة المغريات في زمننا هذا، فماذا توجهون؟ والله يا أخي احنا كلنا بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فكلنا بحاجة إلى أن نذكر رجالا ونساء شبابا وشيبا، وأن نعلم أننا في هذه الدنيا في دار اختبار وامتحان، والله تعالى يرى منا الصدق في امتثال أمره والرغبة فيما عنده، وما أسرع الرحيل والانتقال. فينبغي للإنسان أن يتخفف من كل سيئة، وكلما زاد إيمان الإنسان بالله عز وجل وبما جاءت به الأخبار ومعرفته بالله عز وجل وكثرة ذكره عظم في قلبه الرغبة في التقرب إلى الله تعالى بالصالحات، والنأي بالنفس عن السيئات والتخفف من المعاصي والخطيئات بالاستغفار والتوبة والبعد عن أسباب الوقوع فيها. هذا كله مما ينبغي أن يراعيه الإنسان وأن يحرص عليه رجالا ونساء شبابا وشيبا صغارا وكبارا. وأسأل الله تعالى أن يسددنا في القول والعمل، وأن يحفظنا من مضلات الفتن، وأن يكثر المؤمن أيضا من الأسباب التي تقيه الشرور أن يكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه تعوذوا بالله من الفتن، فكان يقول نعوذ بالله من الفتن، يكررها عليهم صلى الله عليه وسلم. وندب صلى الله عليه وسلم لنا أن نقول في دعائنا في كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات تشمل كل ما يختبر به الإنسان مما يكون في دنياه من مواطن الاختبار والامتحان، سواء كان ذلك برخاء أو بشدة، بغنى أو بفقر، بصحة أو بمرض، بكربة أو بمنحة، كل ذلك مما ينبغي الإنسان أن يتذكر فيه أنه عبد لله في ذلك كله. تذكر الإنسان هذا المعنى أنك عبد لله تسعى في مرضاته وتسعى فيما يقربك إليه، يعينك على الصالحات ويقيك شر السيئات. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. الأخت أم أحمد سألت شيخنا عن حالها في قيام الليل، تقول أنا أقوم الليل بتسليمة واحدة ركعتان طويلتان وأقرأ من المصحف ثم بعد ذلك أوتر بواحدة، هذا اللي يعتبر هذا من قيام الليل ومن الصفات الواردة في قيام الليل؟ صفات صلاة الليل جاءت على أنحاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس على نحو واحد، بمعنى جاءت بصور مختلفة. جاء صلاته مثنى مثنى صلى الله عليه وسلم والوتر بواحدة، وجاء وتره بخمس، وجاء وتره بسبع، وجاء وتره بتسع، وهذا أقصى ما ورد من
صلاتي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بسلام واحد، الوضع الوتر بسلام واحد. فكل هذه الصور حيثما جاء بها الإنسان أو كيفما جاء بها الإنسان فقد جاء بصورة من الصور المشروعة في صلاة الليل، أعاننا الله تعالى وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلاة الليل لها من المنزلة في النفل ما ليس لغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، يعني الصلاة التي في الليل، وهي تلي الرواتب في الفضل، فينبغي الإنسان أن يحرص عليها ولو بما يسر الله تعالى له من 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 ركعة إن لم يتمكن من أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يوتر بركعة، الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بركعة فليوتر، ومن أحب أن يوتر بخمس بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، في حديث أبي أيوب. نعم. السؤال الثاني شيخنا عن استخدام المناكير أو طلع الأظفار للمرأة، هل يجوز؟ تزين المرأة أطراف أصابعها مواطن أظفارها بألوان، سواء كان بما يسمى الصبغ المناكير أو بغيره، لا حرج فيه، لكن ما كان من هذه الأصباغ له جرم يمنع وصول الماء يجب التحري في إزالته عند الطهارة. أما ما كان لونا لا يحول بين وصول الماء والعضو فإنه لا يمنع منه، لا حرج في استعماله، فإنه لا حرج في استعماله ولا يؤثر على الطهارة. الأخ محمد سأل عن الفرق بين ابتلاء الله عز وجل للناس وأن يكون هذا الأمر مما كسبت أيديهم. الحقيقة هناك ما يمكن التفريق بينهما التمييز بين المصيبة التي هي ابتلاء وبين المصيبة التي هي عقوبة. ما ترتب من المشقة والمكروه على عمل صالح فإنه ابتلاء واختبار، واضح؟ نعم. مثاله خرج إلى الصلاة في طاعة الله عز وجل، وفي خروجه جرى له عثرة سقط فيها عثر وانكسرت قدمه على سبيل المثال، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء فيما يظهر والله تعالى أعلم، لأنه ترتب على عمل صالح ويؤجر عليه برفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات. اثنين، أما ما كان ناشئا عن لا سبب من الإنسان، بدون أن يكون من الإنسان سبب نزل به مصاب لا يد له فيه، يموت قريب، يخسر في تجارة، يفقد شيئا يحبه من غير سبب منه، فهذه مصيبة. قد تكون هذه المصيبة ابتلاء وقد تكون عقوبة، فإن كانت عقوبة فهي كفارة له، وإن كانت ابتلاء فهي كفارة ورفع في درجاته. حتى الأولى إذا كانت ناشئة عن يعني لو قلنا إنها عقوبة، إن رافقها توبة وأوبة وصبر واحتساب كان ذلك نورا على نور، كانت حطة لسيئاته وفتحا لباب من الصالحات من الصبر والاحتساب الذي يجروا عليه. وفي كل الأحوال ينبغي الإنسان أن يبادر إلى الطاعة والإحسان، وألا يشغل نفسه هل هذه عقوبة أو هذا ابتلاء، ينبغي أن يكون على أكمل وجه في طاعة ربه في كل ما ينزل به. أما الاشتغال بالتمييز بين هذه وتلك فهذا نوع من إشغال النفس فيما لا عاقبة له بالنسبة لعمل الإنسان. صحيح. إنما هو رابح في كل الأحوال إذا كان طائعا لله عز وجل فيما ينزل به من المصائب، سواء كانت عقوبات يتذكر بها ويؤوب ويستغفر ويتوب ويحط الله تعالى بها من خطايا، أو كانت مصائب يبتلى بها ليحط الله تعالى من خطاياه ويرفع درجته ويبلغه منزلة قد لا يبلغها بعمله. هنا سؤال شيخنا في تويتر، الأخ طالب علم يقول في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه يقول فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة.
هل يكرر هذا الذكر أو يقال مرة واحدة؟ واضح أنه من حديث أنس أنه يكرر ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة، ومعنى هذا أنه يقولها ويكررها: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا الذكر مما يقال عند رجوع الإنسان من سفر، سواء في ابتداء سفر رجوعه، ابتداء سفر رجوعه، أو في أثنائه، أو في قرب دخوله، كل ذلك مما يقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما في حديث أنس وغيره. هنا سؤال: من شك في قراءة الفاتحة وهو يقرأ السورة التي بعدها، هل يقطعها أو ينهي هذه السورة التي يقرأها وهذه الآيات ثم يعيد الفاتحة، وهل يعيد السورة القصيرة بعدها؟ إذا كان سالم من الشكوك، بمعنى الإنسان ليس صاحب شك وسواس، فإذا تذكر أنه لم يقرأ أو شك أنه لم يقرأ وغلب على ظنه ورجح بنى على اليقين بأنه لم يقرأها فقرأ، فإن يقطع القراءة فيما هو فيه ويرجع إلى الفاتحة ويقرأها ثم يقرأ سورة هي السؤال التي شرع فيها أو غيرها، يقرأ ما تيسر. هو يقول: ومن يتكرر عليه نسيان الفاتحة، هذا الحل الله يا أخي، إني أظن أن هذا نوع من الوسواس، يمضي فيما هو فيه ولا يرجع. الحمد لله. هنا أيضا من أسئلة التويتر يقول: أحيانا يغفل الإنسان عن استحضار النية عند شراء الأغراض للبيت، ولكن قبل الخروج من المنزل يكون قد استحضر ذلك، فهل يكفي هذا بإذن الله عز وجل في تحصيل الأجر؟ نعم، لا يلزم فيما ينوى من العمل الصالح أن تكون النية في مثل هذه الأمور مقارنة للعمل، بمعنى أنه خرج وفي نيته الشراء لوازم لبيته واحتسب الأجر عند الله تعالى في ما ينفقه على نفسه وعلى ولده وعلى أهله، فإنه يجر على ذلك ولو غاب عنه هذا المعنى عند شراء مفردات أغراضه أو مفردات حوائجه. يقول: هل تصح النية من النهار في صوم 6 من شوال أو لابد أن يبيت؟ فيما يتعلق بصيام النفل يصح بنية من النهار، سواء كان نفلا مطلقا أو نفلا مقيدا، لما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني يريد أن يطعم صلى الله عليه وعلى وسلم، قالوا: لا، بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا، ما عندنا شيء. فقال: إني إذن صائم. هذا يفيد أنه شرع في الصيام وابتدأه من تلك اللحظة التي أخبر فيها بأنه لا طعام في بيته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على ربه، يمكن أكثر منا لم يمر عليه مثل هذا الحال، أن يدخل بيته ولا يجد طعام، الحمد لله. ولكن هذا جرى للنبي صلى الله عليه وسلم على مع عظيم منزلته وكريم مقامه عند ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالعطاء في الدنيا ليس دليلا على الكرامة عند رب العالمين، كلا، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون، كلا، يعني ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، فليس العطاء دليل المحبة ولا المنع دليل عدم الكرامة وعدم المحبة. المهم أنه فيما يتصل بصيام 6 يصح بنية من النهار في قول جماهير العلماء، وفرق بعض أهل العلم بين النفل المطلق والنفل المقيد، فقال: النفل المطلق يصح بنية من النهار، والنفل المقيد لا يصح إلا بنية من الليل، يعني لا ينال الأجر إلا بنية من الليل. والصواب أن كل من نوى صوما في نفل مطلق أو مقيد كالست، يعني مقيد جاء فضل خاص فيه كالست، أو صيام عرفة أو صيام عاشوراء، فإنه يؤجر عليه ولو لم ينوي إلا من النهار، ولو في آخر لحظة من اليوم، فضل الله واسع. الحمد لله. استاذك استقبال بعض الاتصالات من السعوديه او مانست، تفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي بسؤالك. لو سمحت ابغى اسال الشيخ، انا امس اخر يوم يجي والساعه 6 كذا، الله يكرمك نزلك كذا خيط بني، يعني ما الله يكرمك ما هو دم ولا شيء، ما ادري صومي صح ولا قبل النهار الساعه 6 كذا بعد الظهر. لا سوا تجيني. طيب وبعد الساعة الثانية؟ لا، وبعد المغرب يعني الساعة العشاء كذا، الله يكرمك نزل الدم.
بس شاكة في الصوم صح أو غلط؟ طيب طيب يلا تسمع يا جماعة ما معنى؟ الأخت أمال سألت عنها نزل معها كدرة الساعة السادسة قبل غروب الشمس كانت صائمة ثم بعد المغرب أتتها الحيضة فهل تعتد بهذا اليوم؟ أي نعم الكدرة ليست من الحيض الحيض هو الدم المعروف الذي يسيل وأما ما يكون من صفرة وكدرة قبل نزوله فهذه لا تمنع الصوم ولا تمنع الصلاة بل تصلي وتصوم فإذا كان نزول الكدرة قبل غروب الشمس ولم تر دما إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح. هنا في تويتر الأخ سراج يقول امرأة وضعت مولودها في العشر الأواخر من رمضان ودخل عليها رمضان الآخر ولم تقضي ما عليها بحجة إرضاع مولودها فماذا عليها الآن مع العلم أنها صامت رمضان الآخر حتى عليها رمضان الثاني وهي لم تصم ما عليها من رمضان الأول. الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومعنى هذا أن الواجب على من كان عليه شيء من رمضان أفطر في رمضان لأجل عذر إما مرض أو سفر أو كانت حامل أو مرضع فإن الله وضع عن الحامل المرضع الصوم ومعنى وضع أي خفف بإباحة الفطر لكن عليهم أن يصوموا عدة من أيام أخرى فتقضي الآن ما عليها من الأيام ولا شيء عليهم. الأخ أبو محمد من السعودية سأل عن أنه دخل لصلاة العصر مع الإمام في التشهد الأخير فلما سمع أحدا يقيم الصلاة انفصل عن إمامه ثم صلى معه يقول وجدت رجلا واحدا ليس معه جماعة صليت معه اجتهد في غير محله الواجب عليه أن يمضي في صلاته التي دخل فيها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم والخروج من الصلاة في مثل هذه الصورة إبطال العمل بلا مسوغ ثم إن صلاته مع إمامه ولو أدرك التشهد الأخير مع الإمام الراتب والجماعة الأولى أعظم أجرا من صلاته في جماعة أخرى ولو أدركها من أول الصلاة وقد حكى الإجماع على هذا ابن المنذر رحمه الله حيث قال إذا جاء الرجل والإمام في التشهد الأخير فإن الواجب عليه أن يدخل مع الإمام ولا ينتظر من يصلي معه إذا كان في نفس المكان لعموم الأدلة الدالة على دخول مع الإمام فيما هو فيه. نعم. الأخ مشعل سأل عن الشطرنج هل يجوز اللعب بها؟ هي من اللعب التي تسرق الوقت وتأخذ جهدا كبيرا للعلماء فيها قولان منهم من رأى أنها محرمة ومنهم من رأى لما فيها من اللهو الذي يشغل عن الواجبات ويوقع في قد يوقع في الغفلة ومنهم من يرى أنه لا بأس بها طبعا ما لم تشغل وتوقع في محرم مثل هذه الأحكام شيخ في الألعاب ما لم يكن عليه عوض طبعا أكيد أما إذا كان فيها عوض مالي للمتسابقين بمعنى يتراهن اثنان هذه تدخل في الميسر. هنا أيضا من أسئلة تويتر الأخ البريهي يقول هل أداء صلاة الفريضة أو صلاة الجنازة يقطع الموالاة بين أشواط الطواف وكذلك بين أشواط السعي؟ أعد السؤال لو سمحت. يقول الصلاة الفريضة أو كذلك صلاة الجنازة في الحرم يكون هناك صلاة فريضة أو جنازة والإنسان يطوف أو يسعى هل له أن يقطع طوافة أو سعية ويدرك هذه الصلاة ثم يكمل أو أنها تقطع الموالاة؟ أما إذا كانت الصلاة فريضة فإنه سيقطع طوافه لأجل أن يصلي مع الإمام وهذا قطع لا يؤثر في الموالاة المطلوبة في أشواط الطواف أما إذا كان قطعا لسنة أو لصلاة جنازة فالعلماء في ذلك لهم قولان جمهور العلماء على أن ذلك يقطع الموالاة وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يقطع والأقرب أن لا يقطع طوافه لأجل أن يصلي على جنازة إنما إذا أقيمت الصلاة فله أن يتوقف ويشهد الصلاة معهم فإذا فرغ من الصلاة استمر في طوافه من حيث وقف ولا ينتظر جنازة ولا يصلي عليها. طيب شيخنا الآن عندما يرجع هل يحتسب مكان الذي توقف فيه أو أنه يبدأ شوطا جديدا؟ للعلماء في ذلك قولان منهم من قال يستأنف
من أول الشوط، ومنهم من قال يكمل من حيث انتهى، وهذا هو الأقرب أنه يكمل من حيث انتهى. هنا السؤال الثاني الأخ البريهي يقول: هل أكرر القول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من الركن إلى أن أصل إلى الركن اليماني إلى أن أصل الحجر الأسود، أم أقول مرة واحدة ثم أنشغل بالدعاء والاستغفار وغيره؟ الأمر في هذا واسع، إذا كرره فهذا موضع لهذا الدعاء، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله بين الركنين، فلو كرره كان ذلك خيرا، وهو أجمع دعاء، وأكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسبب في هذا أن هذا الدعاء يجمع الخير كله، خير الدنيا والآخرة، وبالتالي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يكثر منه. هنا سؤال شيخنا ونريد توجيه منكم بخصوص ما يشترى مثلا للوالدين لأجل مرض أو غيره، ثم بعد ذلك يتوفى الوالد أو الوالدة. هنا الأخ سماح يقول: والدتي توفيت من فترة وليس لديها ميراث سوى غرفة نوم وعربية أنا الذي اشتريتها من مالي الخاص، هل للورثة حق في ذلك، أو أن كونها اشترتها أو اشتراها من مالها الخاص أنه له؟ وهل يعتبر هذا تمليك شيخنا عندما الإنسان يشتري الوالد ووالدته، أو لا يعتبر تمليك؟ هي الآن تسأل عن غرفة نوم وعربية، تقول أنا اشتريتها أو اشتراها، لا أدري سماح من الأسماء المشتركة، لكن يقول أني اشتريته لوالدتي قبل وفاتها، ثم لما توفيت ليس لديها ميراث، فهل يعتبر هذا ميراثا ويقتسمون الورثة، أو لكوني أنا الذي اشتريته من مالي الخاص يعتبر لي وليس للورثة؟ هو يا أخي الكريم يختلف الحكم باختلاف صفة العطاء. إن كانت قد أعطتها هذه الأشياء الأغراض على وجه العارية أو على وجه الانتفاع بها مدة حياتها، فإنها على ملكها، أعطتها عربية تتنفع بها ولم تهبها لها، فهذا إذا توفيت أو إذا استغنت عنها رجعت إليها لأنها على ملكها. أما إذا أعطتها إياها تمليكا وهبتها لها هبة وملكتها إياها تمليكا، فهذا يكون في هذه الحال ملك للمتوفى من جملة ميراثه، ويكون لمن أعطاه هذه الأغراض أو هذه الهبات يكون له منه بقدر نصيبه من الميراث. وقد جرى هذا في حديث رواه الإمام مسلم من حديث بريدة، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية تخدمها، وإنها ماتت، يعني ماتت أمها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث، وجب أجرك في هبتك لها وإحسانك إليها، ورد عليك الميراث يعني حكمها حكم الميراث، فلها من هذه الجارية التي وهبتها أمها للخدمة بقدر ميراثها، فلو أعطتها سيارة، أعطتها عربة، أعطتها أغراض، ثم توفيت الأم، فإنه يرجع إليها بالميراث ولها أجر العطاء الأول، ويرجع إليها بالميراث، فإن كان لها مشارك في الميراث فلها نصيبها من هذا الميراث، إذا كان ليس لها مشارك هذه يعني ينظر في ماذا تستحقه من ميراثها في هذا الشيء. هنا من أسئلة تويتر أيضا الأخت رشيدة من المغرب تقول: أمي أقسمت ألا يدخل رجل إلى المنزل لكنه دخل دون علمها، فهل يلزمها كفارة في هذا الشأن؟ ما جرى من الحلف اليمين من غير علم أو نسيان أو بسبب نسيان أو جهل فإنه لا يثبت به الكفارة، فلا شيء عليه، هي الآن أقسمت ودخل ذلك من غير علمها، وبالتالي لا شيء عليها. أستاذك استقبال اتصال من السعودية أم أحمد، تفضلي أنت على الهواء أم أحمد، تفضلي سؤالك معنا. طيب هنا شيخنا سؤال
من الأخت أم أروى تقول أنا أخاف على بنتي من العين لأن كثير من الناس يثنون عليها، كيف أحصنها؟ وقد سمعت قصة عمر على الطفل الذي قال عنه جعلوا شيئا في وجهه أو كما قال رضي الله عنه أو غيره من الصحابة. يا أخي الكريم، أحيانا الخوف من الشيء مجلب له، فإذا خاف الإنسان من العين كان سببا لحصول ما يخافه، كما أن القول أحيانا يكون سببا لحصول ما يكره الإنسان. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. فينبغي الإنسان أن يملأ قلبه يقينا بالله عز وجل وثقة به، وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له، ويحسن الظن بربه جل في علاه، ويبذل وسعه وطاقته في الأخذ بالأسباب المانعة من حصول المكروه قدر إمكانه، ومن ذلك التعويذات الشرعية، أذكار الصباح والمساء، والتبريك عند رؤية ما يحب، والتعويذات التي يحصل بها الصيانة للإنسان والوقاية، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة ومن كل عين وهامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم بهما كان أو بها أي بهذه الكلمات كان يعوذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق. هنا سؤال في تويتر تقول نزل علي دم بني في نهار رمضان وأنا حامل ما يسمى بالسدادة، واستمر يومين وولدت بعدها بأربعة أيام، هل الصيام صحيح في ذاك اليوم؟ نعم، مدام أنها حامل فما يخرج منها لا يمنع الصيام، وليس حيضا يأخذ حكم الحيض، بل تصلي وتصوم وصومها صحيح. شيخنا هنا أيضا من أسئلة تويتر، إذا كان هذا حمل تقول السدادة لا أدري حمل إيش؟ حمل يعني حمل البطن ولا حمل إنها شالت شيء؟ لا حامل ما يسمى بالسدادة واستمر يومين بعد وولدت بعدها بأربعة أيام. السدادة ما أدري إيش هي، لكن إذا كانت حامل وخرج معها شيء فلا شيء عليها، صيامها صحيح. أيضا هنا يا شيخنا من الأسئلة، طبعا بعض الأسئلة شيخنا يأتي واضح من السؤال أن هناك شيء من الوساوس في من قبل الشخص فنعتذر من الإخوة. يقول هل الإنسان الذي يفرح بعد العمل الصالح يأنس بذلك، هل يعتبر هذا يدخل في العجب أو لا يدخل؟ الفرح إذا كان شكرا لله وثناء عليه وإقرارا بفضله أن الله يسر له ذلك العمل فإنه ما يجر عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان، فرحة عند فطر يعني بعد قضاء العبادة، وهذا الفرح له وجهان يختلف بهما حال الإنسان، فقد يفرح بحصول الفطر وإدراك ما يشتهي من طعام، فهذا فرح بما أباحه الله تعالى وأحله وأجر عليه. أعلى منه درجة أن يضم إلى هذا الفرح فرح بأن الله يسر له إتمام العبادة وتكميلها وفعلها على الوجه الذي أمر به، فيكون هذا مندرجا في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن إذا كان الفرح عجبا أو يورث زهوا وافتخارا وعلوا فهذا لا شك أنه مما يحبط العمل، وقد قال الله تعالى في النهي عن ذلك، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وقال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، والفرحين الذين لا يحبهم الله تعالى، الفرحون الذين لا يحبهم الله تعالى هم الذين يفرحون على وجه العلو والاستكبار على الخلق والاغترار بما فتح الله تعالى عليهم أو بما يكون من أسباب معصيته فيفرح بها فيكون زاد الشر شرا وقع في معصية وفرح بها، وهذا من ضعف إيمانه.
أشكركم شيخ خالد في ختم هذه الحلقة. وأنا أشكركم وأسأل الله تعالى لي ولكم القبول والتسديد والإعانة والحفظ والتأييد والعون في كل صالح ظاهر أو باطن، وأن يوفق ولاة أمرنا أخذ الحرمين الشريف ولي عهده إلى ما يحب ويرضى، ويوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير العباد والبلاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.